رجعنا لحضراتكم من جديد. الله يكون في عونكم بقى في الفقره دي، لان الفقره دي كلها ستات، ومش اي ستات، ستات اصحاب راي، ستات يعني بيستفزوا السيدات ان هم يحصلوا على حقوقهم، بيتحدوا الرجال علشان يطلع لنا تشريعات. ويعني الدوله طبعا في الاونه الاخيره ومن وقت تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم، الستات واخدين حقهم، وبدأنا نشوف عدد كبير جدا من الوزيرات، عدد كبير جدا من النائبات في البرلمان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني غير مسبوق، ومحافظات، يعني في حاجات كتير. وطبعا ليكي بقى أو مؤخرا كمان قاضيات في مجلس الدولة لأول مرة في تاريخك يا مصر. كل الحاجات دي بنتعامل معاها أو بنتعاطاها إزاي في برامجنا اللي بتخص الستات وبتخص المجتمع كله في صدى البلد. خلوني مش هرحب، لأن هم أصحاب بيت أصلا، مش هرحب بيهم. احنا هنعمل كده حلقة نقاشية. رنا عرفة ببوسك، يعني البي والهانم طبعا، رحبي بالناس الاول. عشان انا في قصيده لازم اقولها حياتي عن دينا رامز. حبيبه بس قلبي، ربنا كل سنه واحنا طيبين يا دينا، يا رب. ويا رب دايما كل سنه مع بعض ومع المشاهدين يا رب. واسيبك بقى تقولي فاتن عبد المعبود، يعني صباح البلد، سياسه، اقتصاد، حاجات. كل سنه وانت طيبه يا فاتن. كل سنه وانت طيبه يا دينا، وقناه صدى البلد طيبه، ويا رب. يعني انا طبعا لسه جديده في القناه، بس عايزه منورانا في القناه، ربنا يخليكي يا رب. بس عايزه اقول ان انا كنت بتابع طبعا صدى البلد على مدار السنين اللي فاتت، حاجه مشرفه، كان نفسي ابقى موجوده فيها على فكره، والحمد لله. فانا سعيده بيكم كمان جدا. كنت بتتابعي من قبل؟ فانا كنت يعني ببقى شايفاكوا بصراحه مجهود رائع وجبار ومتنوع، وطول ما انت قاعده تتفرجي على القناه على مدار اليوم ما تزهقيش. صح. لان في حاجات اوريدي متنوعه، انت بتتنقلي من الصباحي للمراه، شويه طبيخ ومطبخ ومش عارفه ايه، شويه اهتمام بصحتها، بعدين نستنى معادك. ايوه الستات كلهم اللي قاعدين يستنوا، وجمالك الحلو. حتى ما بشوف البرومو، البرومو من زمان، من اول افتتاح صدى البلد كانت اول طله ليك انت والاستاذ حمدي، دينا ما اختلفتش. فعايزه اعرف ايه السر، نقوله برضو للناس ايه السر جمال دينا رامز. يا حبيبتي ده انت اللي عينيكي حلوه. داليا ايمن والزميله الطعمه، يا نهار ابيض زي ما بنقول كده. يا نهار ابيض بنصطبح بوشك الحلو وانت وكل صباح البلد. وعلى فكره صباح البلد ده من البرامج اللي انا بعشقها. سلمنا الرايه يا دينا، 4 سنين خدمه في صباح البلد، الرايه يعني من احلى البرامج بجد اللي بحبها في صدى البلد. يعني حبيبه قلبي يا دينا، كل سنه وانت جميله وطيبه، وروحك دايما حلوه ودايما زي القمر بجد. كل سنه طيبه يا رنا، كل سنه طيبه يا فاتن. يعني الحقيقه انا النهارده محظوظه، انا طالعه مع ستات حلوين بس. ده حقيقي، حاسه القناه كلها بتحسدني بره. لا واحنا صحاب، كل سنه واحنا طيبين. يعني احنا حتى بره التلفزيون احنا فعلا صحاب. ده حقيقي، وبنقف جنب بعض بجد، ودايما مع بعض فعلا. يا جماعه حصل الستات طفره رهيبه طبعا. هل احنا في صدى البلد نجحنا على مدار الفتره اللي فاتت دي اننا ننقل النقله اللي حصلت للستات في مصر وعلى المستوى الاجتماعي؟ على فكره الستات مش طبيخ ولبس ومكياج وشعر، لا، ده الستات سياسه، الستات اقتصاد، الستات رياده اعمال، رياده اعمال طبعا. الستات بيكل يعني بنتكلم في كل حاجه في الدنيا طبعا. هل نجحنا في حاجه زي كده؟ كل واحده تقول تجربتها في الموضوع ده. يلا رنا اتفضلي. يعني متهيألي انتوا شفتوا، انتوا شفتوا معايا، انا اول ما دخلت صدى البلد انا كنت حامل في شهرين. ايوه. والنهارده بنتي عندها عندها 10 سنين. ما شاء الله. فانا بالنسبه لي لا، الست نزلت طبعا. هي لو هي قاعده في البيت وبتربي ولادها ده اسمى وظيفه في الدنيا طبعا. لكن برضو فكره انها تنزل وتشتغل وتتطحن وترجع وتحقق اللي هي عايزاه، ويبقى في تمكين من الدوله ان ده يساعدها، دي حاجه كبيره جدا. صحيح. وبعد ما تولد تلاقي دعم من هي فعلا ممكن تيجي، وتلاقي الحب، وتلاقي وتكمل. الناس اللي تلاقي حواليها، تلاقي مكانها موجود في اي مكان بتشتغل. صحيح. وحتى لو مش موجود بيجي عليها بيتخلق. الوقت بالظبط بيتخلق المكان ده. فطبعا لا، بالنسبه لي انا شايفه ان الست راحت يعني في حته تانية خالص. احنا في العصر الذهبي للامراه دلوقتي، او للمراه خلينا نقول. دلوقتي رياده الاعمال، الانتربرينورز، السيدات بقوا نسبتهم اعلى بكتير جدا
ودي يعني تبع احصاءات كمان دوليه وعالميه، ان السيدات في مصر كانتربرنورز او في رياده الاعمال النسبه بقت كبيره جدا واكثر من الرجاله. لا وكمان يعني مش عارفه، انا حاسه برضو الستات بقى عندها ثقه في نفسها اكتر بكتير دلوقتي. ويمكن لما بحتك ببنات صغيره لسه في الجامعه مثلا، احلامهم وطموحاتهم تلاقي الاحلام عاليه جدا والطموحات عاليه جدا، السقف عالي قوي يعني من كتر ما بقوا بيشوفوا دلوقتي. احنا عندنا وزيرات ومحافظات ناجحين جدا وعاملين بصمه رهيبه يعني، وفخوره ان احنا عندنا وزيرات بالجمال ده وقادرين ان هم يخلقوا اسم يبقى في الذاكره لاجيال جايه ان شاء الله. فلما تسمعي احلام البنات دلوقتي تقول لك انا في يوم من الايام عايزه ابقى وزيره كذا، انا في يوم من الايام عايزه ابقى محافظ المحافظه بتاعتي، فتحسي ان احلام كده وحاجه حلوه قوي ان احنا نبقى واثقين في نفسنا للدرجه دي. لان دايما طبعا الرجاله ليهم فضل وحلوين وكل حاجه، بس الست كده دايما لما بتعمل كل حاجه مع بعضها بتبقى حلوه. وانا متحيزه وعنصريه شويه للستات طبعا كلنا متحيزين. بصي هقول لك على حاجه، احنا يعني طبعا احنا بعد الفتره من بدايه تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو طبعا يعني دايما حتى في اللفظ اللي بيستخدمه او الجمله عظيمات مصر، فهو ده في حد ذاته ادى للست شويه يمكن زي ما قالت داليا ثقه في نفسها. احنا بقى عندنا زي ما انت قلتي اعضاء مجلس شيوخ واعضاء مجلس نواب، عندنا 148 مقعد تمثيل 30%، يعني انت بتتكلمي ان احنا وصلنا لنسب هايله، عندنا قضيات دخلوا مجلس الدوله في احتفال عيد القضاء في 11 زي ما انت قلتي يا دينا. عندنا بقى الاهم كمان ان احنا اول دوله اطلقت الاستراتيجيه الوطنيه لتمكين المراه 2030، والحقيقه دي من الدول يعني مصر ما فيش دوله عملت استراتيجيه خاصه للمراه بحيث التمكين الاقتصادي والتمكين يعني عايزه اقول لك في سنه كلها للمرأة بالظبط عندك 2017 عندك بقى يعني عندك 113 ألف مشروع للسيدات لو بنتكلم عن تمكين اقتصادي مشروع صغير، عندك كمان مبادرات صحية خاصة بالمرأة. انت بتتكلمي ان احنا عالجنا يعني حوالي 11 مليون سيدة اتعالجوا في مبادرة 100 مليون صحة. بقى عندك اكتشاف في الأمراض المبكرة، في قوافل ماشية في الشوارع لأول مرة بتشوفيها في الكرة والنجوع، ده كان كلام احلام نقول ان وزاره الصحه زمان خيال علمي الاول، وتلاقي القافله الطبيه دي ما فيهاش حد اصلا وما فيهاش اجهزه النهارده انت بتتكلمي على تمكين حقيقي، بتتكلمي على صحه واهتمام حقيقي، بتتكلمي ان انت عندك يعني الست بقت حتى في بيتها ست منتجه. انا بشوف النماذج اللي انت بتجيبيها في البرنامج بتاعك يا دينا، ايه الستات الحلوه دي يعني على فكره انت بتقولي كده انا بتفاجئ بضيوفي يعني اكيد انتوا كمان بتتفاجئوا بضيوفكم. انا بلاقي ان الست اللي يعني بتاخد فرصتها، لا مش بتاخد فرصتها، هي بتفرض نفسها انها تاخد الفرصه دي، ما بقتش فرصه بقى كانه حق مكتسب، ومش كانه هو حقيقي. واخدتي بالك حتى كمان في فتره الكورونا طلعت كام ست بكام مشروع، طلعت كام ست بكام موهبة، طلعت كام ست هي اللي كانت مصدر الدخل لعيلتها لما جوزها كان قاعد في البيت. فلو تشوفي كمية الإيجابية وكمية الشغف اللي الواحد شايفه في عز الأزمات، تعرفي ان الست المصرية مش بس في يعني مش هقول لو عندها الدعم ده في عز الصعوبات بتطلع بأحسن حاجة وهي فعلا عمود المجتمع. الحقيقة من خلال البي والهانم احنا استضفنا كمية أمثلة للسيدات، طبعا هو البي والهانم البي طبعا يعني الراجل والست، الراجل والست بس في فعلا يعني حلقة أسبوعية دايما بتكون مع الستات. لو تشوفي كمية الضيوف اللي احنا كنا بنجيبها وقد ايه هم بيتكلموا بشغف عن الحاجة اللي هم بيعملوها، حتى لو كانت بيج على الانستجرام عاملينها للأكل بس تقول لك أنا بعمل حاجة مختلفة، أنا عملت فكرة مش عارفة جبتها من فين وعملت إيه. وبيبقوا يعني محاميات مهندسات وبيغيروا الكارير بتاعهم خالص وبيعملوا حاجة تانية اللي هم بيحبوها وبيتقنوها جدا. عايزة أقول لك ناقص حاجة كملي حبيبي، لا ناقص حاجة مهمة جدا هي فكرة إيه؟ إن إحنا بجد والفترة اللي جاية كمان وصدى البلد الحقيقة بتقدم يمكن زي ما أنت قلتي يعني حاجات حلوة قوي قوي بتخص المرأة المصرية، بس إحنا محتاجين تقبل الآخر للمرأة. لا ده محتاج يزيد، خلينا نعترف زي يعني خلينا نتقبل شوية فكرة إيه؟ إحنا بقينا موجودين في كل مكان وبقينا فرضين سيطرة في كل مكان. لا مش سيطرة، لا أقصد متمكنين في كل مكان. الحقيقة إن حتى تلاحظي إن الست في مكانها أنجح مش يعني دايما، يعني في توازن. لا في توازن، احنا عايزين التوازن. لا هي ما تجيبهمش علينا. ايوه مش عارفه انا تقهقر كام خطوه للورا. لا بصي هقول لك على حاجه، هي ناجحه
بطبيعتها، لانها هي حابه تثبت بتاخد مساحه، فعايزه تثبت ان هي قد المساحه. بس مهم ان احنا فكره بقى المجتمع نفسه ثقافته كمان تتغير. لا يعني بس انا عايزه اتكلم في حاجه ثانيه بصراحه، عايزه اتكلم عندنا هنا في صدى البلد عشان احنا بنحتفل بالقناه بتاعتنا اللي هي بيتنا الثاني دلوقتي. صحيح. كم المذيعات اللي موجودة في القناة هنا أغلبية. عايزين نشكر فعلا سيادة النائب محمد أبو العينين ومدام إلهام وأستاذ عماد على إن هم بيثقوا فينا بالطريقة دي. صحيح. ومدي لنا فرصة حلوة قوي كده، ومخلين يعني الشاشة عندنا كلها بنات، معلش احنا أسفين يعني بلاتنا أكتر. انت عارفة بمناسبة مدام إلهام، إن مدام إلهام هي السبب إن أنا موجودة هنا. أنا فاكرة لما قلت لها أنا حامل في الشهر الثاني، قالت لي لا انا عارفه ان انت هتاخدي بالك، وبعدين القناه وشها حلو عليكي، وانا عارفه ان انت هتاخدي بالك من نفسك. صح. وشكلك كويس، كملي ما تبطليش شغل وانجحي واحنا جنبك. هي بتعمل بوش مدام بوش بصراحه. انا رهيب وشهر وقالت لي انزلي، يعني ما وقفتش خالص. أيوة. بالعكس انا كنت خايفه، كلمتها مدام الهام قالت لي لا انزلي خلاص مش تمام يلا انزلي. على فكره ده من اهم حقوق المراه. صحيح. ان هي يعني تحس تحس بالامان يعني. ما شاء الله لا قوه الا بالله، هو ده الاحساس اللي موجود في القناه. صحيح. انك انت مكانك في امان، مكانك موجود، ما بتبقيش ايه خايفه تروحي هتخلفي ترجعي ما تلاقيش مكان، ما تلاقيش الحاجه اللي بتحبيها. اقول لك على حاجه كمان يا دينا، انا بحبها في المكان ده بجد. انا يمكن انا سبت صدى البلد ورجعت تاني لصدى البلد، لكن العاملين والقائمين على المكان ده واللي بيشتغل ورا كاميرا واللي بيشتغل في كنترول، من اصغر واحد من عمي يحيى لما بقول له صباح الخير على المكتب. صح. لسحيلي لميدول لعبد الله لرمضان لكل الناس، واحد واحد بيتفرش لك الارض ورد. وانت قاعده ساعات كتير قوي الناس بتشوفني في الستوريز بتاعتي او على الانستجرام يقولوا لي هو ده عادي عندكم؟ اقول لهم هو ده الكنز اللي عندنا. الكنز اللي عندنا ان من اصغر واحد لاكبر. صحيح. واحد ما شاء الله كله بيحب بعضه. اتمنى يا رب الواحد يشوف ده. دايما بقول انت في الاخر كنزك في الناس اللي بتشتغل معاك. صح. لاحظت حاجه كمان، ما تخافوش النهارده انا لابسه ازرق جامد قوي. انا جاي اخد العين كلها. انا لاحظت حاجه في صدى بما اني كنت بره، ان انا لما جيت الاقي ناس، احنا بقالنا 8 سنين، احنا بقالنا 10 سنين، احنا ده ما تلاقيهوش في اي قناه. او ترجعي تاني يعني انت تلاقي الالفه والتواجد بتاع الناس في المكان بهذا الشكل. والحقيقه ده دليل على حاجتين، يمكن زي ما انت قلتوا ان القائمين على القناه وطبعا محمد بيه ابو العينين هم قد ايه حريصين على استمرار الناس بتوعهم وحرصهم عليهم، ودي مش موجوده كتير. حاجه الثانيه كمان ان انا شفت الناس اللي ورا الكاميرا هم نفسهم كمان حابين المكان قوي وبيبقوا عايزينك تطلعي حلوه. يعني ممكن تلاقي حد خصلت شعرك مش عارفه اعدلي اظبطي اعملي نفسك في الكرسي طول ما انت وممكن يبقى خايف يقول لك عشان ما تتلخبطيش على الهوا. يعني فكره الشعور بالخوف. انت هنا وانت على الهوا انت ليكي ظهر. بالظبط. يعني قاعده مطمنه مسنوده بزمايلك. صحيح. يعني كلهم مركزين معاكي، لا صوت يعلو فوق صوت الهوا. دي حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. من اللي هي سالت سؤال بجد عشان يعني عادي كلنا مذيعين بعض. الميكروفون معاكي. قولي لي يا دينا، بما ان انت بتعملي برنامج كله خاص بالستات، يعني احلى حاجه، اكتر حاجه اثرت فيكي او في بنت مثلا جات لك قبل كده حسيتي انها عملت حاجه مستحيله او صعبه؟ انا اللي بيلفت انتباهي جدا زي ما بقول لكم دلوقتي اللي بيغيروا الكارير بتاعهم. يعني شفت دكاتره بقوا سابوا موضوع الطب خالص وبدات تشتغل مثلا هي بتحب الديزاين. ديزاين الفساتين والازياء واللبس وحاجات زي كده، قلبت حياتها. وعايزه اقول لك على حاجه حققت نجاح فظيع. من التجارب الرائعه كمان مش ممكن انساهم، محاربات سوهاج. محاربات سوهاج دول بيشتغلوا بيعملوا الشنط اليدوية. أنا بحب بيعملوا اللبس، جمعوا بعض وبيشتغلوا تبع شركة بس يعني عارفة ازاي اللي هم قوموا مشروع. انت عارفة يعني دايما في الصعيد الستات واهالينا في الصعيد يعني بيحبوا يبقوا يعني ما الست ما تشتغلش وكده، لا دول غيروا مفهومي عن اليدويه دلوقتي عن الحاجات المعروفه. طبعا بتفاجئ بالتجارب الانسانيه. الدوله كمان ادت المساحه اللي انت بتتكلمي عليها دينا، يعني فكره ان انا امكن المراه انها تعمل مشروعات صغيره واروح لها مبادره حياه كريمه من ضمن الحاجات المهمه. صح. جدا والملفته. صح. للنظر اقامه مجتمعات صناعيه داخل القرى والنجوع. يعني احنا بنروح لك لو قريه معينه زي سوهاج مشهوره بصناعه معينه زينا، خصوصا قرى الصعيد يعني. صحيح. لو بنتكلم طبعا. فانت بتتكلمي عن حاجه
عايزه توصل للست تقول لها احنا وراكي، احنا موجودين معاكي، انت ظروفك صعبه وممكن تبقي سيده معيله او واتيفر، انت وضعك الاجتماعي والاقتصادي ايه، بس في دوله وراكي. عارفه احساس المواطن والقطاع الخاص كمان وراكي. يعني انا عايز اقول لك برضو القطاع الخاص ليه دور كبير جدا، لان حاجات كتير قوي سي اس ار بتتعمل من، وده فعلا اللي كويس في يعني حتى في الدوله ان انت يعني بتجمعي ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، والقطاع العام كمان بيفرض على القطاع الخاص ان هو يشتغل في البلد، ان هو ينزل للقرى، ان هو يعمل مشاريع وينمي فيها. لا احنا فالتكاتف ده والدعم ده مهم جدا. عشان عندنا في صباح البلد اتكلم عن برنامجي شويه دينا. أيوة معلش. صباح البلد بيدينا فرصه كمان ان احنا كمذيعين نروح الاماكن دي، يعني بنروح محافظات كتيره جدا. وده احلى حاجه بقى يا دلال، انا احب انا بقى الحاجات اللي نروح فيها دي. نورينا يا رولا جدا صباح البلد. والله لا عايزه اقول لك على حاجه، من احلى سنين حياتي لما كنت مراسله بنزل اجس نبض الشارع بجد. ايوه بتعيشي مع الناس بجد، فدي حاجه من الحاجات انا بحسدك عليها بقى باللزقه. انت بننزل نقابل السيدات، يعني مثلا قابلنا قبل كده سيده اشتغلت يعني بتعمل حاجات ورنيش وكده بايديها، لان زوجها يعني كان عنده حاله صحيه صعبه شويه، وتشوفي فرحتها وهي بتقول لك انا بحب الشغلانه دي. وبرده عملنا قبل كده مع سيده بتشتغل جزاره، ورحنا ووقفوا معاها جوه وبتذبح ازاي، ميكانيكيه بتصلح العربيات، العربيات كهربائيه، سواقه ميكروباص، سواقه ميكروباص برده يا جماعه. لا احنا مصر بنعرف نعمل حاجات كتير. والله العظيم طبعا ده مش كل حاجه، لا عايز يعرف مغامراتنا البرامجيه اكتر يتابعنا كل يوم على صدى البلد. وبحبكم جدا. انا بحبك قوي وبحبكم قوي. بس انا عايزه اقول كلمه بس قبل ما تختمي. اتفضلي انت اللي هتختمي على فكره. فعلا. طيب انا عايزه اقول الاول عايزه اشكر داليا وعايزه اشكر فايتن، نورتونا النهارده وانا مبسوطه جدا ان انا موجوده معاكم بصراحه. النهارده خلانا نتقابل. ايوه قليل ان احنا بنتقابل بالظبط كده، فدي فرصه جميله، فده شرف ليا وجودي معاكم النهارده. انا مبسوطه قوي ان انا معاكم والله العظيم. هتحسد بره. ايوه كلنا كلنا داخله معدينا ورانا وفاتن، احنا مطمنين عشان انت لابسه ازرق. ايش حسد كله هنا النهارده. كلمه اخيره عايزه اقولها بس لحضراتكم عن دينا رامز. دينا رامز على مدار العشر سنين اللي فاتت دايما بتشجعني، دايما بتدعمني، دايما انت اصلا لا ده لازم يتقال قدام الناس كلها. يعني الحقيقه الواحد لما بيشوف ناس زي دينا رامز في المجال ده يعني مش بس بيشكر ربنا، بيحمد ربنا وبيبوس ايديه وش وظهر ان في ناس محترمه وجميله. خلاص اتدهينا ها. لا لازم. انا قلت ان انا يوم من الايام يا دينا هقولها قدام الناس كلها، فجت الفرصه ان انا اقولها قدام الناس كلها. ما عرفتش سر جمال دينا رامز اللي لا ايه ده يلا الفقرة اللي جاية برضو لسه مكملين معاكم فقرات مختلفة عيد ميلادنا. اختمي يا رنا. خلاص بقى مفيش احلى من الختام. لا بتاعك كملي. والله العظيم انتوا الاثنين جمال. انا مبسوطة جدا. كل سنة واحنا دايما طيبين، كل سنة واحنا دايما مع بعض، كل سنة واحنا دايما بنقدم لكم كل اللي في ايد حضراتكم. الحقيقة احنا نجحنا هنا في صدى البلد بسببكم انتوا. فاصل سريع ورجع لكم على طول.